اسقاط نظام صدام حسين. نعم. طبعا هذا ما كانوا يبتنونه، وظاهرا كانوا يقولون لكم نحن جاهزون وتعالوا ونتفق وإلى ما هنالك. وهنا نعود إلى هذه العنصر الخامس أو الرابع الذي كنت تصل إليه، وكانت هناك بعض المعوقات تحول دونه، يعني دون الوصول إلى اتفاق. يعني والآن يعني من خلال هذا الاستنتاج أنه إيران ممكن أن تمشي في ثلاث طرق مختلفة في وقت واحد، يعني تطبق على ممكن تطبع العلاقة، وممكن أن تمشي مع الأمريكان لمصالح. يعني كانوا يسيرونك أنت كسفير عراقي من جهة، يسيرونك ومن جهة تانية يخططون، يعني يسيرون أيضا الأمريكان، حتى الأمريكان يعني مصالحهم هو. شوف أنا في قصة، أنا لا أريد أنا أحصر الموضوع في من يقرر ويتخذ القرار السياسي. نعم. يعني لا استطيع ان اقول الايرانيين، وانما اقول الحكومه الايرانيه في هذا التاريخ في هذا الوقت، يعني السلطه الايرانيه عملت كذا. نعم. في قصه اسمها مغامرات حج باب الاصفهان. طيب انا اتمنى عليك ان تقراها. طيب يعني من الفولكلور الايراني يعني؟ لا، هذا واحد بريطاني اسمه مورير. طيب. بريطاني الأصل. نعم. عمل 10 سنوات قنصل عام بريطاني. شو اسمه؟ مورير. بريطاني اسمه فرنسي لكن هو بريطاني. أوكي. نعم. لكي من يصل إلى السلطة كيف يفكر أو كيف ينبغي أن يفكر. نعم. يعني أنا لاحظت ممكن أنت تظلل في السياسة، ممكن تخادع، لكن أن تصبح الخديعة والتضليل منهج يعني مع الكل. في الحرب ممكن في واحد تريد أن تصل إلى نواياه مشروعة، تحمي نفسك نعم، لكن أن يكون هذا نهج مستمر ومتصل ودائم. إيران لا أنصار لها ولا حلفاء استراتيجيين، مستحيل. والآن سوريا وحزب الله ودول يعني الجماعة لا تثق. عندما تصطدم المصلحة الإيرانية بإيران تنقلب إيران على نفسها. على نفسها. نعم. أنه أمريكا الشيطان الأكبر. سنة 2002 يعني قبيل الاحتلال السفارة السويسرية كانت ترعى المصالح الأمريكية في طهران. في هذا التاريخ كان هناك رجل مدير عام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية تابع لوزارة الخارجية وعين في باريس، وكان هناك سفير وهو بدرجة سفير. نعم. مسألة غير معروفة، واتضح أنه ضابط اتصال بين الأمريكان وبين الإيران. هذه معلومات استخبارية يعني؟ لا غير معلنة، لم تكن معلنة يعني، بس هي منشورة معروفة يعني. وبعدين نشرتها يعني بعد سنوات. نعم. إذن دكتور شكرا جزيلا لكم، لنتوقف عند هذا الحد اليوم ونتابع الحديث معكم الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. يا مرحبا بك، سعيد جدا. أعزائي المشاهدين.